نخش بقى في الشيعة بقى، التبريرات الشيعية ايه؟ لا لا، مطارة الإمامة يا باشا، انت اللي طيرتها، انت الذي تقول الان ان علي بن ابي طالب مفضول ولا يتخطى الفاضل اللي هو عمر بن الخطاب، وافضل من الاثنين ابو بكر الصديق، يعني طارة الامامة غيره. اقلب الصفحة يلا. لا لا، ما طارت الامامة يا باشا، انت اللي بتتكلم، انت قلت كحالة عمتها. انا قاعد احكي على وجه السنة يا باشا، واحنا برضو بوجه السنة بنقول لك الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا، طيرت الامامة، جزاك الله خيرا. لا ما طيرت الامام يا باشا، انا بقول لك اهو سني انا الحمد لله، مش انت بتناقشها من منطلق سني؟ يا استاذ، مش انت بتناقشها من منطلق سني؟ الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا، من المنطلق السني ان علي بن ابي طالب كما انت ادعيت انه المفضول وابي بكر وعمر هم الفاضل، يبقى اذا لا يتخضى المفضول الفاضل، فطارت الامامه غيره. اقلب الصفحه. هسه احنا هسه هب وطارت الامامه، طارت الله وياها محمد وعلي. انا قاعد احكي على وجه انت المفروض يا باشا، مش انت اللي اخترعت الوجه ده، مش انت اللي اخترعت الوجه ده عشان تهرب من الالزامات الشيعيه. ترد على الاشكال، ليش ما سالت الان؟ ما رد على الاشكال، انت الان فقط من خلال الاشكال. ها اذا انت من خلال الاشكال تحتوقع يا باشا، خلاص يا باشا، القصه انتهت الان، القصه انتهت. انت اساسا حطيت اشكاليه من دماغك انت. ما حد قال من اهل السنه والجماعه ان علي بن ابي طالب سكت لان ابا بكر وعمر هو الفاضل، ما حد من السنه. اتحداك تاتي بعالم لا مش هيسكت، اتحداك ان تاتي بعالم مش هيسكت. شنو فقط امام؟ شنو دين؟ ما منتهى بعد للنهايه ترى، مو بالحكي. مش هيسكت. ممكن تسكت بس عشان ننتقل لنقطه اخرى. الان انت من ادعيت ليس هناك عالما سني ولا كتاب سني فسر رزيه الخميس او فسر سكوت علي بن ابي طالب لان علي بن ابي طالب سكت لانه المفضول وابي بكر وعمر هم الفاضل. انت اللي حضرتك تبرعت وجبت التفسير ده من دماغك والقاعده دي من دماغك، فانا بنيت على القاعده والتفسير اللي انت جبتهم من دماغك، انا ما عملتش حاجه جديده. مو من دماغي، لا احنا شيعه مثقفين يا باشا، خلاص يبقى تديني المنطلق الشيعي. مش انت من شويه حسب عقيده اهل السنه، حسب عقيده اهل السنه، ولما اقول لك حسب عقيده اهل السنه طيرت الامامه تقول لي لا من منطلق شيعي؟ لا حول ولا قوه. اثنا عشر اماما يا عم، انا ماليش دعوه باثنا عشر اماما ولا 14 ولا 15، اتفضل بقى. انت كده ناقشت المعتقد السني او وجهه نظر المعتقد السني او الوجه السني، عايزينك بقى تناقش الوجه الشيعي في المساله. لماذا علي بن ابي طالب لم يقدم الكتاب؟ هسه بعد ما خلصنا من المعتقد السني والكلام بلسانكم ولم ترد عليه وانما خرجت خارج الموضوع، ندخل الان الى المعتقد الشيعي. في المعتقد الشيعي نحن باعتقادنا كشيعة نرى ان المعصوم شنو هو؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. المعصوم هو عبارة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. جبتها منين دي حضرتك؟ جبتها منين ان المعصوم هو مشيئة الله؟ الو الو، دخل الغرفة اللي ما فيهاش شبكة. الو، قاعد اسمع هذا الكنترول مدري مين يحكي وياي انت. علي صوتك بس، علي صوتك، صوتك انخفض، علي صوتك. لا لا، الكنترول قاعد يحكي وياك، ما اعرف، واحد ثاني قاعد يحكي وياي. لا لا، ده تلاقي انت بتسمع من ناحيه ثانيه. المهم ارجع للقضيه. المهم نحن نرجع للمعتقد الشيعي. في المعتقد الشيعي طبعا اكو وجه اللي في المعتقد الشيعي احنا نجاوب عليه، ولكن نحن نرى المعصوم انه شنو؟ نرى ان المعصوم مشيئه الله. من اين اتيت بان المعصوم هو مشيئه الله؟ وحده نحن نرى ان هو وحده. انتم مين يعني؟ انت مين؟ انت مين؟ هات لي ان المعصوم عندكم مشيئه الله. اي 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 اي، جاي اوضح لك، جاي اوضح لك، اعطيني مجال. ليش مستعجل يا باشا؟ اسند اسند، من اسند فقد ابرئ الذمه. يعني تفضل هات حديث ان المعصوم عندكم هو مشيئه الله. والله وداعتك 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 راح ابين لك، بس اهدأ، تصل على محمد واهدأ، اهدأ، ريح ريح، هود على قولتنا بالعراقي، هود زين. احنا نرى ان المعصوم هو عباره عن مشيئه الله سبحانه وتعالى، والمراد من كون المعصوم مشيئه الله سبحانه وتعالى ان المعصوم يعمل بما يريده الله سبحانه وتعالى. وعندنا في العقائد
تسمعني؟ موجود بعدني على الخط؟ اه معاك، تفضل تفضل مستني. ايه نعم. ونحن نرى ان المعصوم يفعل بما يريده الله سبحانه وتعالى، كل حركاته وكل سكناته وكل افعاله وكل تقريراته وكل اقواله هي من الله سبحانه وتعالى. لا يتم الدين عزة الاسلام من بعد باثنتا عشر اماما، حتى عندكم بالبخاري المعصوم منها من قبل الله وغيرها، ونحن عندنا أدلة على العصمة وغيرها من الآيات القرآنية، قل إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وغيرها، اللي تدل على أن المعصوم كيان المعصوم كيان. يا أستاذ الله يبارك في عمرك، أنا سألتك سؤال مربوط. أنا سألتك سؤال مربوط. مربوط. أعطيني حديث صحيح من كتبكم على الأقل أن علي بن أبي طالب هو مشيئة الله. جاي فهمك انه مشيئه الله يفعل بما يريده الله بما يشاء الله. يا استاذ انا عايز ان علي بن ابي طالب عندكم من الاول ثبت العرش ثم انقش ان علي بن ابي طالب هو مشيئه الله، يبقى احنا عندنا كده حاجتين. طيب ماشي ما فيش مشكله، هنمشي معاك هنمشي معاك يا باشا هنمشي معاك. طيب اسمعني انا سمعتك كتير اسمعني. صحيح البخاري يا عم، صحيح البخاري ايه يا عم انت هتعك. لا دين الإسلام يعدنا أكثر من حديث بصحيح البخاري أن الإسلام عزة الإسلام وحفاظ الإسلام وهيبة الإسلام لا تكتب إلا بإثنة عشر. يا عم احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن الإثنى عشر خليفة ولا الإثنى عشر أميرة، احنا بنتكلم دلوقتي عن المشيئة. يا أستاذ اسمعني بس اسمعني يا عم اسمعني، ادي فرصة لعقلك يسمعني، ادي فرصة لعقلك يسمعني اسمعني. الآن النبي صلى اسمعني بس استعني بس الآن النبي صلى الله عليه وسلم خد دي بوم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب الورقة يا عم اسمعني بس اسمعني. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب ورقة وقلم، طلب ورقة وقلم، هل النبي بذلك يأمر بمشيئة الله، يطلب بمشيئة الله؟ زين حلو، راح اجاوبك ولا لا؟ لا جاوب سريع بس عشان ادخل في اللي بعديها. لا هو راح اجاوبك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب ورقه وقلم، طلب ورقه وقلم، الان طلبها بمشيئه الله؟ راح اجاوبك هذا يسمونه يعني سؤال نقضي، سؤال نقضي او حل نقضي، راح اجاوبك عليه يا عم. راح اجاوبك هجاوبك يا عم، انا بسالك سؤال نعم لا عشان اكمل. لا لا شو عندي، ماكو شيء اسمه لا تلزمني ابن عم ولا يا استاذ. انا مش محتاجه هي تفسير ولا محتاج. الان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر تستغفر والله ما يصير دي تلزمني ابن عم ولا، خلينا نعطينا مجال. اه نديك مجال، تفضل نديك مجال. لا انت رجال مثقف وتعرف هاي السؤال في المغرب، ما تستسلم هذا الكلام. يا عم خلص يا عم، اديتك المجال يلا خش. خلص بس اسكت. زين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال سأعطي الراية، قضية الراية بس اعطينا مجال، تقول شو الجابة هاي؟ إذا اعطينا مجال نكمل القضية نوصل الدلائل، احنا نمشي ندور على دلائل. يا عم أنا سألتك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب ورقة وقلم، طلبها بالمشيئة ولا من غير مشيئة؟ مال الراية هنا؟ يلا 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 يلا